نتائج انتخابات الدائرة الخامسة أمة 2023. الأول سعود عبد العزيز العصفور الهاجري، وحصل على 12,784. الثاني حمدان سالم العازمي، وحصل على 10,863. الثالث خالد محمد العتيبي، وحصل على 8,028. الرابع هاني حسين شمس، وحصل على 7,644. الخامس مرزوق فالح العازمي، وحصل على 6,775. السادس فهد فلاح العازمي، وحصل على 6,443. السابع عبد الهادي ناصر العجمي، وحصل على 6,341 صوت. الثامن محمد حسين العجمي، وحصل على 6,324 صوت. التاسع ماجد مساعد المطيري، وحصل على 6,245 صوت. العاشر محمد عبد الهادي هايف الحويلة، وحصل على 6,188. عدد الناخبين في الدائرة 256,755. عدد المقترعين 151,587. عدد الأوراق الصحيحة 149,157. عدد الأوراق الباطلة 2,430. نسبة المقترعين في الدائرة الخامسة 59%. مبروك للجميع.